ازيكم عاملين ايه؟ وانا بتمشى في السوبر ماركت امبارح ودخل على البارتيشن اللي فيه العصاير، ببص على شمالي على الجزء اللي كان فيه عصير تانج، لقيتهم منزلين عصير جديد. هو كوكتيل، يعني اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب ده شكله كده. فهنجرب في السريع بقى الكوكتيل بتاع تانج ده. فهنجيب بقى ازازه الميه اللطيفه بتاعتنا دي، وهعرفكم بقى الطريقه السحريه لعمل مشروب تانج. هنفتح الكيس كده، هنصب العصير من القمع كده. كده خلاص حطينا التانج، هنغطي بقى الازازه وهنديها رجه، وبكده يبقى عصير تانج جهز معانا. هنصب كده كوبايه عصير وندوق ونشوف الطعم. بسم الله. بصوا بقى، من غير ما نخش في تفاصيل، طعم بشكل عام جامد جدا. احنا فضينا كيس تانج الكوكتيل ده على ازازه ميه 1 لتر، ما حطيناش ولا نقطه سكر، بس الطعم حلو جدا جدا جدا. يعني لو اديت مشروبات تانج كلها البرتقال والمانجا والاناناس 8 من 10، فده هياخد 9.5 من 10. طعمه حلو جدا. بس كده، دي كانت كل حاجه معايا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في الحلقات الجايه. وكان معاكم اسلام، وسلام.